كما انطلق قداس سعيد الغطاس بكنائس محافظة مطروح، حيث عقدت في كنيسة السيدة العذراء قداس العيد وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بنحتفل بليلة عيد الغطاس المجيد، وده تاني عيد من الأعياد اللي بنحتفل بيها في السنة الجديدة. ربنا يجعل الأيام كلها أيام أعياد وأيام أفراح. بنشكر ربنا أن اليوم عدي على خير وبسلام. الإجراءات الأمنية على أكمل وجه، وبنشكر كافة القيادات الأمنية في مطروح على أيامهم بدورهم الأكثر من رائع في وسط ظروف البرد الشديد اللي بنا في النهاردة. وبنشكر كمان شعبنا الغالي لأنه عنده التزام عالي جدا 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 بالإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامات والتباعد. ربنا يعدي الأيام كلها على خير وتبقى أيام خير وبركة.